عندي ملف مهم جدا وهو خاص النهارده معانا في فقره ترند الترند، وهو بيتعلق بالاقاويل الكثيره اللي طالعه على موضوع دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، ومدى امكانيه تاجيل هذه المرحله او المباريات هتبقى في مواعيدها ولا لا. خلينا اقول لحضراتكم بالتفاصيل وبعض المعلومات اللي قدرنا نوصل لها من خلال مصادرنا داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. رقم واحد، حتى الان مفيش اي طلب اتقدم من اي فريق من المشاركين في دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا، واكثر تحديدا كمان من الفرق المغربيه سواء الوداد او الرجاء. الاثنين ما قدموش اي طلبات عشان ياجلوا دور نصف النهائي. احنا عارفين ان في اصابات كورونا، لكن برضو خلينا نتكلم فيها بالتفاصيل تحديدا في المغرب. بالنسبه لفريق الرجاء فهو كان عمل المساحات وما فيش ولا اصابه الحمد لله، والعينات كلها كانت سلبيه، فالرجاء ما فيش اي مشكله. المشكله هنا فين؟ عند مين؟ عند الوداد المغربي. عندهم 14 حاله اصابه ما بين لاعبين وجهاز فني واداري، ف يعني 14 حاله عدد كبير شويه. فمن هنا جت الاقاويل، وخصوصا ان في المغرب الوضع مش مستقر شويه في موضوع كورونا، فمن هنا جت الاقاويل ان ممكن يتم تاجيل الدور ده. لكن الوداد ما فيش اي نيه حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم ان هو يطلب التاجيل، ما عندهمش النيه الناس ان هم يطلبوا التاجيل، وحاطين في اعتباراتهم ان شاء الله باذن الله ان حاله الشفاء تكون سريعه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي يكونوا جاهزين لدور نصف النهائي امام النادي الاهلي باذن الله تعالى. الدوري المغربي دلوقتي متوقف ومستنيين يلعبوا المؤجلات عشان يستأنفوا المباريات في الدوري المغربي، لكن الوضع بالنسبه لفيروس كورونا هناك معطلهم شويه. طيب موقف الاتحاد الافريقي ايه؟ حتى الان الاتحاد الافريقي متمسك ان المباريات هتكون في مواعيدها في دور نصف النهائي. انتوا عارفين ان الاهلي هيقابل الوداد تمام، والزمالك هيقابل الرجاء. بالنسبه للفرقتين هيكونوا اول مباراتين هناك في المغرب يوم 25 ويوم 26. فالوضع بيتم مراقبته من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم عن كثب، الناس متابعين لحظه بلحظه وبيشوفوا الامور تطورت لحد فين. لكن حتى اللحظه دي المباريات في مواعيدها يوم 25 و26، مبارياتي الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، وبعد كده هيجوا لنا ان شاء الله يوم 2 و3 اكتوبر يلعبوا هنا في القاهره. نتمنى كل التوفيق للاهلي والزمالك باذن الله يوصلوا للمباراه النهائيه. ده بالنسبه للوضع هناك في المغرب، وبالنسبه لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاكم النهارده 30/8، مفيش اي رغبه او اي نيه عند نادي الوداد المغربي ان هو يقدم طلب لتاجيل مباراة النادي الأهلي الأولى في دور النصف النهائي. في المقابل نادي الرجاء ما عندوش أي مشكلة لأن ما عندوش أي حالات كورونا. نتمنى الشفاء السريع لكل لاعبي الوداد بإذن الله تعالى، وتكون فترة وتعدي عليهم بسرعة، يكون شفاء عاجل بالنسبة للاعبين، وإن شاء الله الأمور تكون مستقرة عشان كمان بخلاف سلامتهم أكيد اللي تهمنا طبعا، لكن عشان تكون الأدوار في موعدها والمباريات في موعدها بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق ب جزئية تأجيل المباريات أو دور نصف النهائي. فإحنا بنأكد على حضراتكم إن المباريات في مواعيدها طبقا لآخر معلومات وصلت لنا من مصادرنا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى هذه اللحظة، إلا إذا جد جديد بشكل سلبي. إن شاء الله ده مش هيحصل. الاتحاد الأفريقي مركز أو متابع الحالة بشكل عام في المغرب، ومتابع حالات كمان الوداد، وبالمناسبة كده هيبقى في مساحات كمان قبل المباريات، فالأمور يعني بإذن الله هتبقى بسيطة وتعدي على طول، المباريات تبقى في موعدها. ده كان خبر في ترند معانا النهاردة، وحبينا نطلع حضراتكم على كل ما هو جديد يخص بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي وحشانا جدا بصراحة. يعني إن شاء الله الأهلي يكون موفق في الدور نصف النهائي، ومن ثم دور النهائي كمان نرجع بالبطولة والدنيا تبقى زي الفل بإذن الله تعالى. نروح لفاصل ونرجع نكمل، يلا بينا.